السلام عليكم اخواتي، اش اخباركم؟ هانيين مهنيين، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانتم ما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا كنت البارح حطيته بالحق، ما نسيت ما حيتش لي الموسيقى ودابا عاودته. هادو جاكيطات كيف كتشوفوا، هذه 15 اورو، شي حاجة سبور يعني، سخيخنين هادو، ماشي باردين، سخان، و يعني كتلبسي ضروري تلبسي تحت منهم شي حاجه من طبيعه الحال. الشكل ديالهم يعني اللي الموديلات اللي دارجين على الموضه. هاد الجاكيطات الشكل ديالهم هادو حتى هما يا 20 الاورو، هذه طويله من داك النوع الطوال اللي كاينين دابا. كيف تنقول لكم، كاين هاد الشكل، كاين الكارو، وهادو في هاد الشكل هذا في الباج. الصراحه زوينه هذه، حمقاتني وسخيخنه وطويله. هذا تا هو الكبوت، تا هو 20 الاورو، وكيف كتشوفوا طويل وشكل ديالو زوين وثمن مناسب جدا، كانوا مع شي 49. هادو الجاكيطات تا هما يا هادو قصار بالنسبة تلبسي معاهم هكا تريكو طوال، وكيتلاحوا الفوق كيجيو زوينين. وهذا البنات اتشي امي اللي كاينه في غرامبيا، هذه اتشي امي ديال غرامبيا. الصراحه تيكونوا فيها، تتلقاو فيها الحوايج على الاخرين، هذه تيكونوا فيها الحوايج وتتجيني منظمه. هاد شاليكو هذا جيلي في الباج كيف كتشوفوا، تا هو مزيون وسخيخن هذا تا هو، و15 اورو يمكن، ياك 15 اورو الثمن ديالو. هادو كيجيو فني تا هما يا في اللبسه جيلي. وهذه تا هي الجاكيطه 15 اورو بالنسبه اللي كيعجبو هاد الستيل هذا. كاين هادو تا هما، كاين الباج هادو 10 اورو، كاين الباج وكاين فيهم الكحل وفيهم الزيتي، هاد الموديل وشكلهم زوين. هادو 20 الاورو، هادو فيهم الطوال وفيهم هاد القصار هادو. وهذا ديال الدان 20 الاورو، اشكلهم زوين طويلة هادي تا هي. بلي غير هاد اللون ما فيهمش لون اخرين. هذا 15 اورو في الحزيه متا هو وفي الكحل. هادو 50%، 20 اورو يعني 10 اورو. التريكوات صوف ديالهم مزيونة، هادو ماشي داك اللي كتشك في اللحم. وهادو 17 اورو، طويلة وفيها الحزام، والحاجة مني كتلبس عاد كتبان راكو عرفتو. هاد 10 اورو، هاد نقولو قميجة ديال الجين، ولكن تقدر تلبسيها بحال الجاكيطة، تلبسي تحت منها تريكو سخون. 10 اورو كتجي بحال الجاكيطة. هادو 15 اورو، هادو طوالين. المهم اللي كاين دابا هادو 12 اورو ديال الجين، حتى هما طوال. هادو فيهم كيعطيو الطايه لحقاش، هادي الاس وكبيره فيهم الجويبات. كيف كتشوفوا الموديل تيكون واسعين، هادي راه غير طاي اكس اس وكبيره كتبان. هادو 25، هادو في الصراحه كيكونوا شي 60 اورو هكاك، 50. دابا داروا ليهم نقصوا منهم 25، هذاك الكري وهذاك الكحل، وسخيخنين هادو البنات. سبحان الله، مرة مرة كتخنق ليا، كنتخنق سبحان الله. هادو جاكيطات تا همايا، هادو ما طوالش. كاين هاد الكبابط هادو 30 اورو، فيهم جويبات هكا، هذا ما طويلش ولكن كاينين طوال، راني ما وريتكمش. هذا 20 اورو، ما وريت هذا الكارو زوين الصراحه، كيجي زوين. ما وريتكمش كل شيء، غير تنخطف وصافي. المهم الا مشيتو خاصكم تهبشو، خاصكم تهبشو الا بغيتو تلقاو الحاجات اللي عجبوكم وتماريوهم هذه مع هذه وخلاص. وهي اللبسه طالعه. وكنرحب بالعسولات الجدادات، مرحبا بكم.
اختكم انا وفديتكم بالقدامات بالجدادات. هادو الجاكيطات جديدين الجين جاكيطات جين هادو دار جين بزاف هاد العام. هادو 15 اورو، فيه كابوتشا مزيون، فيه السلسلة وطويل كيف كتشوفوا، شي حاجة زوينة. المهم كاين ما يدار البنات، خصكم تقلبوا كيف قلت لكم. رانا غير درت لقطات وصافي. هذا 13 اورو سخيخن هذا حتى هو، نقولوا كبوت، نقولوا جاكيطه، نقولوا قميجه. هذوك هذا التريكو الصوف طويل كيف راكو تشوفوا. المهم تريكوات الصوف حتى هما راه كاينين بكثره. هادو اللي هنايا زوين، هاد اللوين صراحه. هادو اللي هنا على حساب، هذا 8 اورو، كاين 8، كاين 9، كاين 10، 11، 12، على حساب على الحساب. وهاد الديكويات هادو تا همايا. المهم كاين تريكوات القصار وكاين الطوال، هادو استضيفات رائعين جدا، وثمان 12 اورو. وما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي حطيت البارح ديال السيكان، اللي مهتمه بالامر ديال السيكان اللي عندها الوليدات ديال الاطفال، تا هما نحتهم البارح. ولحت ديال الديكورات ديال بريمارك، شي حاجه روعه ما تفلتوش داكشي. ولحت المهم لحت بزاف ديال الفيديوهات البارح، وديال المكياج تا هو راه كاين شي حاجه دايرين فيهم اوفرتات. واللي مهتم ما شافت هذا الفيديو، ما شافتش الاخرين، دوزي اختي شوفي الفيديوهات وتفرجي مع راسك. خلينا واحد الجيم، واحد التعليق يكون حنين، يكون حنين ويكون زوين، ونغلبوا الحق على الباطل. الباطل هو اللي تيقول العيب، والحق ديما تيقول الحق. هذا ما كان كاينه ولا ما كايناش، ونبغي قناتي يكون فيها الحق اكثر من الباطل. عندي الباطل قليل قليل قليل، الباطل عندي، الحق طالع الحمد لله الحمد لله يا ربي. هاد السريولات هادو، ايوا داك الباطل اللي عندي كيقلب على شي باطل اخر بحالو، كيتحط تما في هذاك التعاليق، في هذاك الديزلايكات، كيكون باطل هذاك. وهادو صايد طوال ديال الجلد كيف ما هو معروف. هنايا هاد البلاصة خاصة بالصايات والسراول، هنايا السراول هادو عراض ومزيونين، وهادو سراول، هادو صايات البنات، هادو سبور، شي حاجة زوينة، صايات فنين صراحة. يلا غلبوا لنا اللايكات، الله يحفظكم الله يحفظكم البنات. العز 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 ليكم، العز ليكم كاملين. وهذه صايات ديال الجين كيف كتشوفوا، عرادين البنات، هادو ماشي دوك اللي تيجيو لاصقين. بالنسبه للاخوات بزاف تيسولوني على الصايات، هذه تا هي الشكل ديالها مزيون، فيها الجويبات وبالسميطه ديالها، شي حاجه راقيه. هذا ديال الصوف 8 اورو، تا هما زوينين. وهذه عريضه بحال داكشي اللي غادي كيشطحوا الفلامينغو، يصلح ليهم. وان شاء الله مازال فيديوهات الاخرين ان شاء الله بحول الله غادي نحطهم لكم الا قدرت اليوم. والله البنات والله عرفتي يديا، مع البارح درت فيديوهات بزاف، كنحس بصباعي تكوانسه والله العظيم، واخدموا معانا والله حتى كنتعب من صميم صميم الاعماق القلب ديالي كنخدم والله العظيم. هادي راه خدمه متعبه جدا، عار تعاونوا معانا وصافي والله العظيم. المهم الا عجبكم المحتوى، انا تنقول لكم دائما الا عجبكم المحتوى انا لا افرض شيئا، انا غادي نضرب في اللغه العربيه كنت تاكل الشحط معايا. ايوا واللي بغات نعاود ليها القصص، عرفتو كان صوتي واعر بالقصص خليو لي التعاليق، كثروا التعاليق البنات، ما تقولوش لي كتفرجي وما كتخليش تعليق. التعليق راه مهم حبيبتي،
ضروري تخلي لي تعليق الله يحفظك، واخا ديري على نقطة، المهم خلي تعليق الله يحفظك، خلي تعليق، خليو الدرية التعليق الله يحفظكم، راه التعاليق مهم انت هما تيطلعوا الفيديو. الا بغيتو القصص نعاود لكم قصص، صافي هذيك الساعة خليو لي تعاليق وغادي نعاود لكم القصص، ولكن غتشدو الكوان، تشدو واحد الركنة وغتصنطو ليا مزيان، ديروا لي زيات وتصنطوا القصص اللي غنعاود لكم، قصص واقعيين ان شاء الله. صافي يلا، الا خليتو الا دعمتوها انا معاكم فيها. المهم بدلو شويه الروتين ديال وهو هذا البنات، تهلاو الله يعاونكم.